وانت كمان لا تخافي. بس يعني رح تساعدني ما هيك؟ أستاذ في شيء؟ لا امشي يلا. مرحبا. ليش كتير متضايقة؟ شبك؟ نقلتك على زنزانة أحسن من اللي قبل. ايه عم بتعامل معاملة خمس نجوم، ليش لا اتضايق؟ آسف لأنه الموضوع طول، أنا عم حاول أعمل جهدي ورح طالعك من هون لأني وعدتك ورح نفذ وعدي كمان. ماشي؟ بعرف إنك رح تطالعني، ليش عم تعتذر؟ ومتأكدة إنك واثق فيني وكتير كمان، واضح هالشي. صحيح مو حابة القعدة هون، بس بتحمل كم يوم، لهيك لو سمحت لا بقى تحكي هيك وتقلي طولت بعدين بزعل. ما رح أقول هيك. إجيت لهون كرمالي وجيتك بتعنيلي، بتمنى إنك تعرف. براتشي لو سمحتي قولي له ياكل شي، من لما حبسوكي هون ما عم ياكل شي صدقيني. لا أنا أكلت منيح. عم تحكي جد؟ إيه أكلت كتير. طب أنت فطرت اليوم؟ إيه طبعاً فطرت. طيب شو فطر؟ أكل. شفتي؟ لو سمحتي احكي معه قولي له أي شي يمكن يسمع من هلا. جبتك معي منشان تطلب منه تخانقني؟ هلا هيك؟ مو بس ما عم تاكل وعم تخبي علي. قولي أكلت شي؟ طلع فيني وقولي. شو هي مشكلتك؟ انك ما عم تاكل. انت ما فيك تسكت؟ هلا انا بورجيك بس نوصل على البيت. انا هون لاحكي. هذا اكلك؟ امي طبخت لي اياهم. بس هذا اكلك انت كلي. ما بقدر كملها كلها وما بحب اني اكل لحالي. يلا ناكل سوا. افتح تمك. لا كلي انت. ما عم بطلب اذنك. افتح تمك يلا. ايه ها كمان. نزل التردد الجديد لزي ألوان 11277. الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.